السلام عليكم. في الحلقتين السابقتين تناولنا أربع محاضرات ألقاها أساتذة مختصون في مؤتمر تونس في موضوع العراق بعد 15 عاما من الغزو والاحتلال. وفي حلقتنا الثالثة والأخيرة هذه سنعرض لكم البحث الذي ألقاه الأستاذ الدكتور يعرب الدوري عن واقع التربية والتعليم العالي في العراق قبل وبعد 2003، ثم نعرض من بعده الكلمات التي ألقاها المشاركون الأجانب حول انطباعاتهم وما سيقومون به من نشاط بعد المؤتمر. ولنبدأ الآن بمحاضرة الأستاذ الدكتور يعرب الدوري. كما هو معروف لدى الجميع أنه التربية والتعليم العالي هي عصب الحياة وهي أساس تقدم الأوطان والأمم في مختلف أنحاء العالم، مرورا بالدول العالم الثالث والانتقال حتى العالم المتقدم في أوروبا وأمريكا. لذلك محاضرتي أو السيمينار الخاص بوضعية التربية والتعليم العالي في العراق إلى أثر كبير جدا، وحقيقة ما يدمي النفس والعيون للوضع المأساوي اللي يعيشه قطاع التربية والتعليم العالي في العراق خصوصا بعد عام 2003. قبل استعراض مختصر لوضع التربية والتعليم العالي في ثلاث مراحل قبل الحصار المفروض على العراق 1991 أو 90، ثم فترة قبل الغزو الأمريكي للعراق، والفترة الثالثة هي بعد الغزو الأمريكي. كما هو معروف في الثمانينات القرن العشرين وقبلها كانت الجامعات العراقية ذائعة الصيت، خصوصا أن معظم الأساتذة الجامعيين كانوا خريجين أمريكا وأوروبا بدرجات عالية من الإتقان العلمي والبحثي، ومشهود لهم في كافة الجامعات العالمية. ما حدا أن تكون جامعة بغداد هي الجامعة المرموقة في ذلك الوقت في على الأقل في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنه المؤسسات التربوية والتعليمية في العراق، في بغداد هناك أكثر من جامعة وفي المحافظات العراقية في جامعات أخرى، كان يشهد لها بالتطور التعليمي والتكنولوجي بشكل خاص، وهذا تزامن مع الثورة النفطية والصناعية في سبعينات القرن العشرين. لكن حدث ما حدث بعد الغزو الأمريكي بقيادة قوات التحالف عام 2003، وهذا أدى إلى تضرر المئات والألوف من الأساتذة والباحثين الجامعيين في العراق، إضافة إلى توثيق رسمي من قبل معهد القيادة الدولية التابع للأمم المتحدة في الأردن أشار إلى هناك أكثر من 84% من المؤسسات التعليم العالي قد تضررت نتيجة النهب والتدمير والخراب اللي عم البلاد بعد أحداث الغزو، إضافة إلى حددوا هناك أكثر من 2000 مختبر علمي وبحثي يحتاج إلى إعادة تأهيل، إضافة إلى 30,000 كمبيوترز أو أوردينتر يحتاج إلى إعادة تركيب وتثبيت من جديد. موضوع اليوم أتكلمه في شقين، الشق الأول هو التربية والشق الثاني هو التعليم العالي. التربية هي أساس كل شيء، ولذلك المهم في التربية خصوصا من المراحل الأساسية الابتدائية الأولى هو مدى الالتزام والتسجيل في المدارس. هناك حقيقة تم توثيقها رسميا ظهور حالات متفشية للغياب وعدم الانضباط والتسيب المدرسي نتيجة ظروف مختلفة مرت بها طلبة ومعلمين المدارس الابتدائية في العراق بعد أحداث الغزو. هذا جدول يوثق حقيقة مدى تسجيل الطلبة الأطفال في المدارس الابتدائية في العراق بعمر 6 سنوات إلى 11-12 سنة، في مرحلة قبل الحصار على العراق،
في مرحلة الحصار وقبيل الغزو الأمريكي. نلاحظ باختصار أن هناك تناقص في معدلات أو نسبة التسجيل والانضباط لدى الأطفال. كان المرحلة 1990 وما قبلها مرحلة الانضباط العالي والامتياز، بل إلزامية التعليم كانت إجبارية، وهذا لصالح الشعب وصالح الأفراد والعوائل. لكن بدأت القصة بمأساتها مع بداية الحصار المفروض على العراق، وتفشى الفقر والجهل نوعا ما، ثم انتهت إلى ما انتهت عليه بعد الغزو الأمريكي للعراق. إضافة، ظهرت دراسة مقارنة مع معهد القيادة الإدارية في الأردن التابع للأمم المتحدة. هناك دراسة مقارنة لو نلاحظها في مرحلة قبل الحصار ثم مرحلة الحصار وأخيرا مرحلة قبيل الغزو الأمريكي بين العراق والأردن، لاحظ بشكل عام أنه التسجيل أو الانضباط الكلي كان في العراق 47% بينما في الأردن 44%. هذا في مرحلة الذروة التربوية في العراق. لكن في مرحلة الحصار تناقصت شيئا فشيئا، إلى قبيل الغزو تناقص بشكل كبير جدا، ما جعل الكفة تميل لصالح الأردن، والأردن بلد جار وعزيز علينا، لكن في موضوع الموارد الطبيعية مختلفة جدا بين الموارد الطبيعية للعراق والأردن. لكن بسبب الظروف اللي مر بها العراق في دائم الحصار ولحد هذا اليوم متمثلا بالغزو الأمريكي، أدى إلى تخلف حقيقة في قطاع التربية والتعليم العالي، وهذا الجدول موضح وموثق بشكل رسمي. هنا يمثل نسبة تسرب الطلبة من المدارس، وهذه كارثة. لحد هذا اليوم هناك طلبة مهجرين مع عوائلهم تركوا الدراسة بعمر 12 سنة 15 سنة، لكن يجهلون القراءة والكتابة بعد أن كان العراق الأول حسب إحصائيات أو دراسات اليونسكو في عام 1979-80. الآن عندنا شباب بالغين 15 سنة و12 سنة يجهلون القراءة والكتابة بسبب التسيب والتغيب عن المدارس. هذه نسب حقا موثقة في وسط العراق وفي منطقة شمال العراق كردستان، والنسبة الإجمالية نلاحظ أنه نسب التغيب عن المدارس تزداد شيئا فشيئا مع مرور السنين. والحقيقة الجهات الرسمية أو أصحاب القرار عاجزين لحد هذه اللحظة عن اتخاذ ما يوقف هذا التسيب والتغيب عن المدارس بالنسبة لأطفال المدارس بشكل عام. هنا مثال حي أعطيه لكم. في عام 2005 أي بعد الغزو الأمريكي بسنتين، دخل إلى المدارس في الصف الأول أساسي 1,000,000 طالب وطالبة. في 2017 وصلوا إلى مرحلة البكالوريا 400,000 طالب وطالبة، أي خسارة 60% من الطالبة لم يصلوا إلى مرحلة الباك. اللي دخل الجامعة في نفس السنة هم فقط 100,000 طالب من 1,000,000، أي 90% تقريبا كنسبة مقربة خسارة للبلد من الموارد البشرية، وهذه قمة الكوارث. طاقة الإنسان أو الإنسان بحد ذاته هو الكنز، أن نخسر 90% تقريبا من الطاقات البشرية فهذه كارثة الكوارث. وهذا موثق بالإعلام العراقي الحالي، ووصل وصلت الأصوات إلى أصحاب القرار والجهات الرسمية لكن لا محركة لهذا الشيء. هذه الصور أوضحها لكم للمدارس العراقية قبل الاحتلال. هذه المدارس توضح مدى الانضباط في الصفوف، مدى الالتزام، ليس التزام الأطفال، الأطفال لا يلامون، لكن هناك معلمون ومعلمات يوجهونهم يرشدونهم دلالة على هناك جهات رسمية تتابع هذا الأمر. هذا الانضباط في اصطفاف الطالبة صباحا
وكان كل يوم خميس هناك رفع العلم، هذا أشبه بالمقدس في المدارس العراقية، يمثل به بالانضباط والالتزام بالمدرسة، ابتداء من مدير المدرسة مرورا بالمعلمات والمعلمين وانتهاء بالطالبة والطالبات. لكن الصور تغيرت جذريا بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي. لاحظ الصور، هذه الصور كارثية، هنا هذه احدى المدارس المدمرة، هنا هذا احد الصفوف كلاسز، هنا الرحلات كلها مكسرة، هذا واقع حال، هذه ليست صور من الخيال بل هذه واقع حال مدارس، ولحد هذه اللحظة موجودة هذه المدارس. بل هناك بعض المدارس ستروها لاحقا تعبر عن مدى صورة مأساوية يندى لها جبين الإنسانية. هذه الصور هنا طبعا مقارنة فوق الخيال، الصورة قبل 50 سنة 67 17، لاحظ الفرق. وهذه بقية الصور، لاحظ الصور هنا الصفوف والمدارس عمها الدمار الشامل. هذا الصف الكلاس يجلسون على الأرض ويكتبون درسهم، لا وجود لرحلات، الرحلات مكسرة، الصفوف متناثرة، لا يوجد إحصائية بحاجة المدرسة من الصفوف ومن الكراسي ومن الرحلات لعدد الطلبة. فوضى المقاعد، نعم مقاعد التلاميذ، فوضى بكل معنى الكلمة. السؤال، كيف سيكون هذا الطالب رجل المستقبل؟ إذا المستقبل مجهول، المستقبل ضائع، وهذه طبعا كارثة كوارث. هنا المناهج التربوية مهمة جدا جدا جدا، تم التلاعب بها، هذه في مرحلة الثامن أساسي، منهج التاريخ العربي الإسلامي، تم إدخال تحريفات متعمدة بالتمييز بين الخلفاء الراشدين، وهذا ينمي عند الطلبة الصغار روح التفرقة. احنا لا نفرق بين أبو بكر وعمر وعثمان عليه، لكن في المناهج هناك تمييز، وهذه تطبع في مخيلة الطلبة ما 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 يشكك لاحقا في وطنيتهم وفي عقيدتهم وفي دينهم وحتى ثقافتهم. إذا خرجوا خارج العراق مستقبلا سيتفاجئون العالم بمستوى هؤلاء الطلبة اللي درسوا في هذه المناهج. منهج الآخر، منهج القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف التاسع أساسي، حذفت مواضيع احنا درسناها قبل 30 سنة و20 سنة حقيقة، متعمد ارضاء للجهات الغربية ذات اليد الكبرى الآن في العراق اليوم. نكبة البرامكة معروفة في التاريخ العباسي محذوفة الآن من المناهج، وهذه أنا موثقها بالكتاب والطبعة، الطبعة 28 لسنة 2015، احنا درسناها ونعرف من هو يحيى البرمكي ومن هو خالد بن يحيى وهكذا، حذفت من المنهج تماما. وهذه إن دل شيء فإنما يدل على وجود تدخل استعماري حقيقي يريد غير العقلية والذهنية المطبوعة لدى الأجيال العروبية الحقيقية اللي حافظت على أوطان وبنتها وعمرتها بشكل صحيح. في مسابقة الأولمبيات العالمي اللي جرى في البرازيل عام 2017، هذا يؤكد التدهور التربوي في العراق اليوم. العراق صنف في المرتبة 102 من 110 دولة في العالم حقيقة، فهذه حقيقة يعني دلالة واضحة على تسيب النظام التربوي في العراق. كانوا من السباقين الأوائل والمنافسين في المسابقات اليونسكو العالمية اللي تحدث في باريس وغير باريس في الثمانينات والسبعينات القرن العشرين. الآن هذا دليل مؤكد في 2017 أنه وصل إلى مرتبة متدنية جدا، وهذه أمامكم المعيار لما وصل إليه العراق اليوم. أما في التعليم العالي وهو الشق الثاني من المحاضرة، بغداد حقيقة فيها أكثر من جامعة، جامعة بغداد تأسست في العهد الملكي العراقي عام 1957 رسميا، صحيح؟ أستعجل.
ففي في 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 بغداد كانت الدولة هي تسير الجامعات عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أما في مرحلة بعد الاحتلال تم السيطرة على الجامعات، محاصصة بين الأحزاب وبين الميليشيات الحاكمة في هذا اليوم. هذا جدول عن الجامعات العراقية، جامعة الأنبار وبابل وبغداد وديالة وغيرها، يوضح نسبة الإناث والذكور من الطلبة والطالبات ونسبة الأساتذة إلى الطلبة. النسبة كانت متزايدة، هذا في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق. كل الحقيقة الأساتذة الجامعيين كانوا مرموقين مستوى علميا وبحثيا، وكان الأساتذة عبارة عن تشكيلة رائعة من الذكور والإناث، سواء كانوا على مستوى الأساتذة أو مستوى الطالبة والطالبات. هنا التحديات التي واجهت التعليم العالي بعد الغزو الأمريكي، أولا هو نقص الكفاءة بين الأساتذة، وأيضا إلى تفشي ظاهرة هجرة الأدمغة بسبب التهديدات، إضافة إلى القوانين اللي أقحمت ما يسمى بالاجتثاث وغيرها من الكفاءات القيمة في الجامعات العراقية، أدى إلى تدهور نسبة التعليم العالي. هذا يمثل فلو تشارت أو مخطط يوضح أزمة التعليم العالي، متمثلة بالصراع بين الأحزاب والطوائف، كذلك العنف السياسي اللي رافق الاحتلال، وكذلك تدني مستوى التعليم العالي. هنا يمثل أسباب ترك العراق من قبل الأساتذة والباحثين نتيجة تدهور التعليم، غياب الوظائف، يعني أصبح العراق يتسع للجميع، فجأة لا وظائف. لحد اليوم نسأل كثير من الأساتذة وزملائنا في داخل العراق تحديدا في بغداد، شو أخبار وظيفتك؟ يقول ما عندي وظيفة. وهذه حقيقة يعني حالة غريبة جدا، وبمعنى أدق أن الوظيفة أصبحت تباع بالدولار الأمريكي. تريد منصب وظيفي؟ أهلا وسهلا، أعطيني كذا ألف دولار أمريكي وأنا أعطيك الوظيفة. واستهداف الأكاديميين بشكل خاص، هذه حقيقة مؤشر خطر. انحدار التعليم العالي بسبب عدم وجود الكفاءات التربوية. يعني أنا أقولها بأمانة، في أوكرانيا والهند وماليزيا كثير من المبتعثين والمجازين دراسيا حصلوا على شهادة دكتوراه بالغش والتزوير. وما زاد الطين بلة أنه الآن رجعوا إلى الجامعات التكنولوجية في بغداد والمستنصرية في بغداد، تسنموا مناصب إدارية، وهذه طبعا كارثة. يعني كيف سيقودون هذه المؤسسة أو الجامعة؟ هذا يعني من العجب العجاب. التحديات كثيرة، خصوصا تدهور التعليم العالي. هنا أيضا أسباب تدهور التعليم العالي، بالدرجة الأولى قتل الأساتذة الجامعيين، مئات من الأساتذة والباحثين العلماء المرموقين تم قتلهم، تهديد الاختطاف، التفجيرات، الاعتقالات الغير مبررة، هذه كلها أدت إلى تدهور التعليم العالي في العراق. هذه إحصائية من 2003 إلى 2006 يبين نسبة من توفوا انتقلوا إلى رحمة الله، ونسبة الباقية حوالي الربع من بقي منهم. هذه في نتيجة الهجومات اللي استهدفت الأساتذة والدكاترة الجامعيين العراقيين. موضوع مستقبل التعليم العالي حقيقة في الجامعات العراقية دخلت الطائفية، وهذا الشيء الغريب والمدمر للمجتمع العراقي على الإطلاق، لأنه مجتمع بلا تربية بلا تعليم لا يمكن أن يستمر. فالطائفية دخلت على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطالبة، بل حتى على مستوى المناهج، وأصبحت التهديدات صراحة للأساتذة. الطالب في زمننا الغريب أنه الطالب إذا لا ينجح يهدد أستاذه بالقتل، إرسال طلقة رصاصة أو شيء من القبيل من أجل أن ينجح كيفما يشاء. هناك أيضا مؤشرات كثيرة على التعليم العالي أدت إلى تدهور التربية التعليم. يعني هو العنف السياسي بين الأحزاب المتصارعة على الحكم في العراق، بين
الميليشيات المتنافسة السيطرة على الجامعة العراقية. لأن الحقيقة العراق هو كنز كبير، ولذلك أصبح طعم يعني رائع جدا لمن يهوى السرقة في العراق اليوم. هناك بعض الدراسات كيفية تحسين مستوى التربية والتعليم العالي في العراق. بالدرجة الأولى هو أن يلغى الاحتلال العراق، ولحد الآن 15 سنة احنا اليوم الاحتلال موجود في العراق بشكل رسمي. تغيير الحكومات حكومات الاحتلال المتعاقبة من 2003 لحد اليوم عاجزة عن فعل أي شيء، يعني هي بين قوسين حكومات تصريف أعمال وهك أو تكاد. هناك إعادة تأهيل الكفاءات العلمية، يعني هذه البعثات الدراسية والإجازات العلمية حقيقة ليس كلها ذا فائدة. هناك هذا جدول يبين الجامعات العراقية متى تأسست وعدد معاهدها وكلياتها. هنا الدمار الذي حل بالجامعات العراقية، على سبيل المثال جامعة بغداد فيها 23 كلية تم الإعلان عنها رسميا أنها مدمرة، أما هناك 5 كليات لم يصبها التدمير لسبب أو ما. ولذلك الأحداث متنوعة بخصوص هذا الدمار بين نهب وسرق وحرق وغيرها. هذا يشمل كل جامعات العراق من شماله إلى جنوبه. هذه صورة واضحة للمكتبة المركزية للجامعة الموصل. هذه جامعة الموصل كانت حقا تحفة معمارية وفنية، وهذه ما حدث فيها الآن على وضعها الحالي. وهذا آخر شيء منتدى دافوس يعطي سكجول للتربية والتعليم العالي للعالم كله. المدهش بالأمر من 2016 لحد اليوم العراق خارج هذا المقياس، لم يذكر على الإطلاق في منتدى دافوس اللي يعقد سنويا في شهر مارس من كل سنة تقريبا. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على غياب النظام التربوي والتعليمي في العراق. وشكرا لكم ولحسن أوقاتكم وشكرا جزيلا. في الجزء الأخير من ندوة تونس تحدث المشاركون الأجانب الذين كانوا قد أصدروا كتابا مهما باللغتين الإنجليزية والعربية عن الندوة الدولية التي أقاموها في جامعة خنت البلجيكية حول وضع الأكاديميين العراقيين بعنوان ما وراء إبادة التعليم، إضافة إلى إعلانهم ميثاق خنت للدفاع عن الأكاديميين العراقيين الذي وقعه المئات من التدريسيين والباحثين الأوروبيين والأمريكان، كما تم توزيع كتاب أصدره مركز العدالة الدولية في جنيف تحت عنوان Iraq, A Call for Justice. ومن الذين تحدثوا في ندوتنا في تونس اخترنا لكم ممثل محكمة بروكسل المستر ديريك أدريانسين وممثل جمعية التضامن السويدية العراقية المستر مايك باورز. Many figures about murdered intellectuals and academics have been put forward by different institutions and persons. But our list has something like 500 plus murdered academics. And there were some interesting facts. In the beginning, it were mostly scientists who were assassinated. But then something strange happened. It were mostly deans and presidents of universities and deans mainly of humanitarian studies, human sciences, political sciences, that were assassinated, which is strange. And then we had to conclude that, you know, if
If you want to build a country, you need middle class. You need a strong middle class. You need a middle class who can mobilize the population of a country. So then we talk about the concept of citizenship. And mobilize, I mean, if you see that the government in Iraq in 1991 after the Gulf War was able to mobilize the whole population, and if you see that they had electricity and telephone and that services were, you know, if you cannibalize three destroyed communication centers and you repair one, you saw that the ability of the and the capacity to rebuild was there. There were engineers and technicians who could do it. Much of the disarray of the Americans, of course. I think any other country that would have to deal with such a destruction and embargo that was put on, upon them, that would have created a massacre. And that's not my opinion, that was the opinion of different specialists in different fields. But, you know, there was a distribution of food, so you had you had all these agencies that worked correctly during the sanctions. You know, children didn't die of hunger, mostly. They died because of the lack of clean water and not giving spare parts, you know, because the Commission 661 of the United Nations, they held deliveries of essential goods that were necessary to rehabilitate the sewage systems and so on. And they wouldn't provide chlorine because it could be used for military dual use, as they say. So the Americans have learned their lesson after 91. And what they did after 2003 is cutting off the head of the middle class, starting with the top, deans, presidents, and top intellectuals. And then they have driven out most of the intellectual middle class, the academics, the engineers, technicians. They even had to import oil engineers from Oklahoma and Texas. So that was what happened. So, and if you combine that with the policy of debt squads that they have implemented, then we came to the conclusion that most of the assassinations that were done by either the special police commandos who were trained as special police by James Steele and Stephen Castile, also in cooperation with the Badr brigades from Iran, who had mostly revanchist purpose. They want, for instance, you know, in 2006, I think, they murdered in the first 6 months some 150 former pilots. I mean, what's the use of killing pilots? They were not active anymore, but they killed them anyway. Those lists were provided to them by the Americans. And if you read the defense
of this Bradley Manning. If you read, that's the one who was apprehended because he leaked documents to WikiLeaks, and he said, "We were given lists by the Americans and to apprehend or to arrest these people and hand them over to the Iraqi authorities." And he said they were not criminals. Those were people, academics, who were critical to the government. And they had written some criticisms about the policies of the government. And he said, "I warned our headquarters and I spoke with my commanders, and they said, leave it to the Iraqis." And he said, "I wouldn't cooperate with that because I knew that many of them would be disappeared, locked up, or be killed." So this is just one example. There is other proof that the Iraqi state, and you know, the same happened afterwards. We've seen with Libya and now Syria. You know, those countries have to be destroyed. Period. For what purpose? There are a lot of purposes. Mr. Adami has mentioned many of them. It's for the sake of Israel. It's for geopolitical reasons. They want a presence in the region, and Iraq is central in the region. It's for the encircling of China, because that's the ultimate target. That's not me saying that. That's the Americans themselves saying that. All the administrations say that, not only the neocons. But so, who killed the academics and the intellectuals? To come back to your questions, it's the USA, and they were helped by Iran. By, I mean, not the government maybe, but the Badr brigades and the militias. So the question is for our European friends, whether what you heard today can be passed on to the decision makers. That's the question. So, she is not a European, and I am not a European. So just this question. We pass on everything we learn. We bombard decision makers with what we know about Iraq so that they have a better basis for making decisions. Unfortunately, they don't always listen to us, but they certainly hear us. We write letters to the ministers. We visit the parliaments. We put forward what we know. That's why it's so important that we meet you and learn more that we can present. Yes, Dirk. There was an important fraudulent research by WHO, I think it was 2 or 3 years ago. They said it had no impact. So, I mean, this is all very, very strange. So I know we have been lobbying to, and in Belgium and in other countries, there is a ban on depleted uranium, so that we were campaigning for it. But if WHO does research in Iraq and they conclude that there is no, not a consequence for the public health of Iraqis, this is the international organization. It was a fraudulent research. The question wasn't about the depleted uranium, about the general, you've heard about the health, about the education. Can this be passed to the European? I thought it was about depleted uranium. No. We, everything. Yes, of course. But that was something that I was saying. Give us material in English and we pass it on to every politician in the European Parliament, in the national parliaments, if they want to listen. But if we don't have anything, we cannot pass something on. Start, Mike. Okay. First, I'd like to say two things to add to what Dirk
took up about solidarity and our solidarity work. And then I'd like to make some general comments about what I've learned or haven't learned here at the conference. First of all, Dirk mentioned that we met in Madrid and started a campaign against the assassination of Iraqi academics and intellectuals. But in that connection, we also formed an organization to cooperate called the IAON, the International Anti-Occupation Network, so that the committees in anti-war groups in different countries could cooperate. And one of the things we did in 2007 was that we met in Le Fayette in France for almost a week, I think. I don't remember. To hammer out a political position of what we saw was important with Iraq. And what was important, a number of things. One, no to all foreign intervention. Two, that the Bremer Constitution that was imposed by the outside had to go. All political parties had to be allowed. Democratic elections, the troops out, and that Iraq would have normal, friendly relations with all of its neighbors. And we were very happy that the position that we took in Le Fayette, the Le Fayette document, won widespread support among anti-war forces throughout the world, even in the United States, and that it was also accepted by the groups in the different Iraqi resistance groups. In other words, we could synchronize our political position with the position of the Iraqis who were fighting to regain their freedom against an aggressive invader. This was very important. And our work, I think, in the different countries in Europe, one of the important aspects is that we have concentrated on trying to bring attention to the voices of the Iraqis, not the voices of the US and the European powers, but to provide a platform so that for years, as an example I can show you, we gave out a magazine for 10 years, once a year, Focal Point Iraq, where we interviewed Iraqi experts on health, education, industry, all sorts of things. And we were very pleased and honored to have so many Iraqis that came to visit us as guest speakers. We no longer give this out, but instead we spread information, and it's the information of the Iraqis that we want to spread. An example, the last thing we've done just a month ago was to publish a 40-page essay by Saad Naji Jawal, From Occupation to Destruction, which is all about the political situation with the Constitution and what has to be done in order for Iraq to move forward. So this thing about letting the Iraqi voices come forward is so important. And the same is true with the work, for example, of the Geneva Center within the international occupation. They document the voices and the evidence that Iraqis present to them that can be used in fighting for justice and for accountability. We can't do this. We're not in Iraq. Only the Iraqis can do that. But I think that this underlines how important it is that we can meet and listen to your findings, your experiences and conclusions about the situation in Iraq today. If I move on and talk about the general conference, this was an academic conference. And I must say, you were all very well behaved for academics. I'm used to them screaming at each other and disagreeing violently. And the only slight disagreement I noticed was a discussion about the motives for the invasion. Was it oil? Was it something else? Was it geopolitics? I'd like to personally say that what I always say when I get the question at meetings is that Iraq was the most industrialized country in the Arab world. No country had a larger section of its population working in industry. Iraq was an example of how a country could use its riches to provide health care and education for its people. And for the forces of imperialism,
this could not be tolerated. Iraq was an example that could not be followed because it challenged the authority of the imperialist powers, not just the United States, but the others as well. So for me, this is not a problem. The question of oil is part of the whole thing. It's what they did with the oil that was such a challenge. And that's why they wanted to wrest control of the oil, as I see it, from the people of Iraq. Okay, that was the one thing that maybe you had nuances of differences, but I was impressed by the three things that I found that you agreed on. First of all, you seem to, and this was very, very, oh, I enjoyed being here so much because I can listen and speak to people who use the same terminology. Every single speaker spoke about colonialism, the colonialist power. As victims of colonialism, you have a very clear understanding. We come from the colonial powers of Europe and the West that don't see the consequences, don't even think we're colonialist, because our newspapers and mass media and politicians tell us, no, it's all, we all work together in the UN, it's all, that was the last century, it's all over with. It's not all over with. Neocolonialism is a threat and continues to be a threat to the survival of peoples in many countries, even in the industrialized countries. Secondly, and that I'm grateful for, and we agree with the analysis that you've all made about colonialism. Secondly, you've all testified about how completely destroyed Iraq is. Completely. Every sector. Education, healthcare, industry, the oil industry. If I take education, I mean, we all know what happened during the sanctions, 500,000 dead children. But it was so conscious, this effort to destroy Iraq, that not only did they bomb factories, they prohibited, for example, Iraq to import chalk, chalk that could be used by teachers to write on blackboards, pencils. It was one way to eradicate elementary education. That's how well thought out, how well planned, how vicious colonialism is. It stops at nothing, even genocide. And that leads me to the question we discussed, different figures. Naji, our friend from Geneva, took up different studies of the number of people dead. We saw a recent study that Nicholas Davis made that calculated and studied scientifically all of these as an academic paper. And he concluded that 2.4 million Iraqis have died during the period from the 90s, the sanctions, the invasion, the occupation. 2.4 million people. When it comes to solidarity work, we say that what we can do, or a program, so to speak, is 3 points. The first point is to continue to react and report to what's going on in Iraq, that, and spread information that, yes, there are still foreign troops there, there's still intervention, there are still crimes. You took up our Tunisian friends, these important crimes against women and children. Don't forget that Iraq's population, half of it is under 15. Half of Iraq's population are children who have grown up since the invasion and lived their entire lives in a situation of war and violence. They will never escape this unless something is done to bring an end to it. This is one of the most serious crises that any nation has faced. The second thing, beside reacting, of course, is to support all forces looking for or working for reconciliation. Because until the different factions, I don't like to say sex, but people with different views, political views, religious views, whatever, ethnic backgrounds, until people can reconcile, put their past behind them, and move forward, there will never be progress. The third thing that we can concentrate on, the third R, reform, reconciliation, is reconstruction. And we think we in the West can and should, for the destruction that we've caused,
contribute to the reconstruction, which is enormous. We know, I mean, I've seen sums of hundreds of billions of dollars that are needed. We can't do this as solidarity organizations. Our little group in Stockholm, the Iraq Solidarity Association, we have something that Segan mentioned, the Fallujah Insomniac. For us, Fallujah is a symbol, the heroic city of Fallujah that has always fought against foreign occupation. It's a symbol of resistance and perseverance that will survive. So we've been raising money over the years to help different projects in Fallujah. Right now, we're very concerned about the hospital, the children's hospital, that no longer has the equipment that was stolen and destroyed, that they need to be able to diagnose children with heart problems, cancer, and everything else. And they're not getting any assistance from the government in Baghdad, the World Health Organization, the foreign aid organizations. They're being ignored. And as long as they're ignored, there will be no investigation into what happened with depleted uranium and the crimes that they committed. So that we can encourage our governments who have pledged some aid, that it should go toward healthcare and education, which we consider to be the major areas. So those are the general things I think about our future and about the conference. And on behalf of all of us who have come from the International Anti-Occupation Network, I want to thank you for inviting us to come listen and share your findings. It's been an honor to be here. Thank you.